هذه التصويره دونك كما شفتوها هذا هو المقنين الزين القصة تاع هذه القصيدة اللي كتبها محمد الباجي المجاهد الكبير قال كنت في السجن مرة من المرات وكنت نأذن ونقرأ شوية قرآن في سركاجي للمجاهدين اللي كانوا مسجونين تماك جا واحد السجان قالوا واش هالغنية هادية قالوا لا هذا أذان هدايا السجان استهزا به بي وعطالو بيت شعري لفيكتور يقول, يقول غني الزوج في القفص غني للموت بالمعنى تاعها هكداك صح هذا واش دخل الطفل القصيدة كتبها محمد الباجي ربي يرحمو على بو علام رحال هذا الطفل اللي تشوفوه الذي اعدمه الاستعمار الفرنسي في جوان 1957 بو علام قال عملية تفجير ملعب لبيان الذي اودى بحياة 13 مستعمر كان هو وصاحبو فرحة حسين وبايع حسين وجوهر اكرور هذاك الوقت كان في عمره 19 سنه برك لكن القانون الفرنسي كان يمنع اعدام الاطفال دون التاسعة عشر استعمار واش زاد له 10 شهور فوق العمر تاعو لانه هو زاد في فيفري 37 رجعها له في ديسمبر سبعة 37 حتى يستطيع اعدامه الله يرحم بو علاء الزين حسابه راهو في الجنه ان شاء الله والله يرحم جميع من واحد مات في سبيل الله بو علام كيمات كي مات كان يتمنى حاجه اسمها الوطن بصح لو كان عاش في وقتنا بلا كيشوف بلي كاين شبابهم يهربوا فرارا من الوطن